السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في صحيح التمرين الثاني من الامتحان الموحد المحلي رقم 1. إذا التمرين في المقارنة في ترتيب العمليات، نبدأ بالسؤال 1 ألف، قارن العددين 3 جذر 5 و 2 جذر 11. لمقارنة عددين فعادة إما كنديرو الفرق العددين، دونك إلا عددين أو بي، إما كنديرو الفرق ديالهم ونشوفوا إذا كان موجب كيكون العدد الأول كبر من الثاني، وإذا كان سالب العدد الثاني العدد الأول صغر من الثاني. في حالات كيكون ما يمكنش نقارن بهذه الطريقة هذه، إذا كنقارن المربعين ديالهم. إذا طبيعة الحال خص العددين يكونوا عددان موجبان. إذا لك المربع ديال أ مربع كبر من بي مربع، فكنسنجو بأن أ كبر من بي. هنا بطبيعة الحال ما يمكنليش نقارن باستعمال الفرق، إذا كنستعمل المربع ديال العددين. اذا 3 جذر 5، اذا المربع كيمشي على العددين بجوج، اذا 3 اس 2 في جذر 5 اس 2. 3 اس 2 هي 3 في 3 اي 9، وجذر 5 اس 2 الاثنان كيمشي مع الجذر تبقى لنا 5. 9 في 5 كيعطينا 45. كذلك غادي نحسب المربع ديال 2 جذر 11. المربع كيمشي للعددين بجوج، اذا 2 اس 2 مضروبه في جذر 11 اس 2. 2 اس 2 هي 2 في 2 اي 4، وجذر 11 اس 2 الاثنان تيمشي مع الجذر تيبقى لنا 11 اي 44. اذا دابا تنقارنوا 44 مع 45، اذا عندنا 44 اصغر من 45. هاد 44 راها هي 2 جذر 11 والكل اس 2، وكذلك 45 راها هي 3 جذر 5 اس 2. اذا حنا قارنا المربعين ولقينا المربع ديال 2 جذر 11 صغر من المربع ديال 3 جذر 5، وبالتالي 2 جذر 11 اصغر من اذا من 3 جذر 5. السؤال 1 ب، قالوا لنا استنتج مقارنة 10 ناقص 2 جذر 11 و 10 ناقص 3 جذر 11. إذا السؤال السابق قارنا بين 3 جذر 5 و 2 جذر 11، إذا من هذه المقارنة غنحاولوا نستنتجوا المقارنة ديال العددين. إذا لدينا 2 جذر 11 اصغر من 3 جذر 5، دونك حنا عندنا ناقص وناقص، اذا غنضربوا في ناقص واحد طرفي المتفاوته. الى ضربنا في عدد سالب الترتيب كيتبدل، اذا ناقص واحد مضروبه في 2 جذر 11 كانت عندي اصغر ترجع اكبر، ناقص واحد مضروبه في 3 جذر 5. اذا ناقص واحد في 2 جذر 11 هي ناقص واحد، ناقص 2 جذر 11 أكبر من هنا ناقص من ناقص 3 جذر 5. بعد ذلك نضيف العدد 10 إلى طرفي المتفاوتة، ملي كنضيفو شي عدد سواء كان موجب أو سالب الترتيب ما كيتغيرش. إذا 10 إلى ضفناها ناقص 2 جذر 11، كذلك نضيف 10 للطرف الثاني فما غيتغير لينا والو. نمر الآن للسؤال الموالي. إذا عندنا إكس و إيكغيك عددان حقيقيان، عطينا التأطير ديال إكس والتأطير ديال إيكغيك، وطلبوا مني نأطر إكس زائد إيكغيك. إذا إكس زائد إيكغيك، إذا كندير العدد اللي كاين في هاد الطرف زائد العدد اللي كاين في هاد الطرف، يعني ناقص 3 زائد 2، وكذلك العدد اللي كاين في الطرف الثاني زائد العدد اللي كاين في الطرف الثاني اي ناقص 2 زائد 3. اذا اكس زائد ايكغيك ناقص 2 ناقص 3 زائد 2 ناقص 1، وناقص 2 زائد 3 كيعطينا العدد 1. في التأطير الثاني عندنا ايكغيك ناقص 3 اكس حسب المعطيات، فاحنا عندنا اكس وعندنا ايكغيك، اذا اكس محصوره بين 2 و 3، إذا لدينا و إيكغيك محصورة بين ناقص 2
وناقص 3. اذا انتبهوا هما عطيني ناقص 3 اكس، يعني هذا العدد راه هو y زائد ناقص 3 اكس. اذا خصنا نأطرو ناقص 3 اكس، عندنا y مأطره ونجمعوا التأطيرين. اذا باش نأطرو ناقص 3 اكس خصنا نضرب في العدد ناقص 3. اذا ناقص 3 في اكس طرفين متفاوته، ناقص 3 عدد سالب. اذا الترتيب كيتغير، هنا عندنا جوج ديال الحالات، اما نغيرو الحدود، يعني اما نكتب بهذا الشكل هذا، يعني الترتيب قلنا كيتغير. اذا ناقص 3 في 2، ناقص 3 في 3، غيرنا الترتيب. وهذه الكتابه هذه راه يمكن نكتبها بهذا الشكل هذا، نبدا بهذا العدد، يعني ناقص 3 في 3، ناقص 3 في اكس، ناقص 3 في 2. اذا نتوما يمكن لكم ديروا الطريقه اللي كترتاحوا ليها واللي كتفهموها، الطريقه الاولى ولا الثانيه، هادو بحال بحال نفس الكتابه. اذا وانا بالنسبه لي من الاحسن مباشره تبقاو تقلبوا، بلا ما تقيلوا تقلبوا في مباشره، ديروا الطريقه الثانيه هذه. اذا ملي كنضربوا في شي عدد سالب، العدد اللي هنا العدد اللي في التالي كتجيبو الاول، واللي في الاول كديه للتالي. اذا نكملوا دابا الحساب ديالنا، ناقص 3 في 3 هي ناقص 9، ناقص 3 في اكس ناقص 3 اكس، وناقص 3 في 2 ناقص 6. اذا اضطرنا لعدد ناقص 3، دابا غادي نجمع. اذا y، اذا عندنا نهبطوا y لهنا باش تبان. اذا لدينا y محصوره بين ناقص 2 وناقص 3. إذن y زائد ناقص 3 أي ناقص 3 اكس. إذن كنديرو الطرف الأول زائد الطرف الأول، يعني ناقص 3 ناقص 6، والطرف الثاني زائد الطرف الثاني أي ناقص 2 زائد 6. إذن y ناقص 3 اكس محصورة بين ناقص 3 ناقص 9 هي ناقص 12، وناقص 2 ناقص 6 ناقص 8. إذن هذا هو التأطير المطلوب. آخر حالة في التأطير عندنا، غادي نأطرو إكس إيكغيك. إذن دائما المعطيات لدينا إكس محصورة بين 2 و3، وإيكغيك محصورة بين ناقص 2 وناقص 3. هنا خصني ننتبه مزيان في القاعدة اللي قريتو، ملي كتبغيو تأطرو إكس إكس و إيكغيك خص يكون هاد لي بون عدد موجبة. إكس راه معنديش مشكل، ولكن إيكغيك عندنا أعداد سالبة محصورة ما بين عددين سالبين، إذا خصني نرجعهم عددين موجبين. كيفاش غندير؟ غادي نضرب في ناقص 1. إذا نضربو في ناقص 1 طرفي المتفاوتة، إذا ناقص 1 يعني في إيكغيك هي ناقص إيكغيك. اذا العدد اللي في التالي غادي نكتبو في الاول هي ناقص 1 في ناقص 2، ناقص 1 في العدد اللي مكتوب في الاول نرجعو للتالي ناقص 3. اذا ناقص y محصوره بين ناقص 1 في ناقص 2 هي 2، سالب سالب موجب، وناقص 1 في ناقص 3 سالب سالب موجب، تيبقى لينا 3. اذا احنا اضطرنا ناقص y واضطرنا y. بون كاين اللي غيقول لي هنا ناقص إيكغيك، كيقول مادام ناقص العدد سالب، لا، هنا ناقص إيكغيك محصورة بين جوج وثلاثة، يعني هو عدد موجب، يعني ماشي تشوفو ناقص تقول عدد سالب، لا، كنشوف لي بون هما اللي كيحكمو. إذا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو ناقص إيكغيك في إكس. إذا ناقص إيكغيك مضروبة في إكس، مادام لي بوغ عندنا موجب عدد موجب، دونك اكس محصور ما بين عددين موجبين وناقص y محصور ما بين عددين موجبين، فالترتيب ما غاديش يتغير. اذا كنضربو اصغر عدد في اصغر عدد، 2 في 2، وكذلك 3، يعني هذا العدد في هذا العدد، 3 في 3. اذا ناقص y في اكس راه هي ناقص اكس y. هنا الضرب تبادلي، ندير ناقص y اكس y ولا ندير ناقص y اكس، بحال بحال، 2 في 2 4، و 3 في 3 9.
إذن حنا أثرنا ناقص إكس إي، ولكن هما في السؤال عطيني إكس إيكغيك، إذن داك ناقص خصني نطيرها من تما. باش غنطيرها كنضرب في العدد ناقص واحد طرفي المتفاوتة. إذن ناقص واحد عدد سالب، يعني الترتيب كيتغير. إذن كنضرب كنبدأ بالعدد اللي مكتوب في الأخير. إذن ناقص واحد تسعود وناقص واحد مضروبة في ناقص إكس إيكغيك وناقص واحد مضروبة في أربعة. إذن ناقص واحد في تسعة راهي تسعة، ناقص تسعة ناقص واحد في ناقص إكس إيكغيك ناقص في ناقص موجب، إذن كيبقى لنا إكس إيكغيك، وناقص واحد في أربعة هي ناقص أربعة، وبذلك نقول قد حصلنا على النتيجة المطلوبة.